واشنطن تدرج الوزير السابق ميشيل سماحة على لائحة الإرهاب وتصفه بالإرهابي الدولي. تقرير دنيز رحمي فخري. من لائحة المنع من السفر إلى لائحة الإرهاب، فبعد أن كان ممنوعاً من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2007، انضم ميشيل سماحة إلى لائحة الإرهاب، وأدرجت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على اللائحة بموجب القرار الرئاسي رقم 13441 والمخصص لكل من يهدد السيادة اللبنانية، بمن فيهم من يدعم محاولات نظام الأسد للتحريض على العنف في الداخل اللبناني. وذكر القرار أن سماحة صنف إرهابيا دوليا بموجب القرار 13224، وأن هو بنتيجته يمنع على أي أمريكي التعامل مع سماحة، كما تجمد أي أرصدة محتملة له في الأراضي الأمريكية. وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أكد أن الولايات المتحدة ماضية في مواجهة محاولات نظام الأسد للتدخل في شؤون دول الجوار وزعزعة أمنها، وجدد كوهين التزام بلاده العمل مع شركائهم الدوليين لضمان احترام سيادة لبنان. ووزع البيان الإعلامي الصادر عن الخارجية الأمريكية وقائع تورط سماحة في ملف المتفجرات مع المملوك الذي سبق واتهم بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا في نيسان 2011 ونيسان 2012. البيان الإعلامي تضمن معلومات خاصة عن سماحة بما فيها حمله الجنسية الكندية إلى جانب جنسيته اللبنانية.